السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم في اللقاء الحي الرابع عشر والمخصص لإجراء الاختبار التجريبي الثاني على مادة مبادئ الاقتصاد الكلي. بالطبع سوف يبدأ الاختبار في تمام الساعة 4:05. الاختبار عبارة عن 16 سؤالا، يجب أن تقرأ الاختبار وكل سؤال على حدة وتجاوب على هذا الاختبار. ننتظر انضمام أكبر عدد ممكن في الدقيقتين المتبقيتين على بدء الاختبار. ننتظر فقط انضمام أكبر عدد ممكن من الشباب إلنا، وسوف يبدأ الاختبار مباشرة بعد دقيقتين، يعني على تمام الساعة 4:05. أوكي، بعد الاختبار سوف نبدأ بحل أسئلته سويا بإذن الله تعالى. يعني بعد انتهاء الاختبار نغلقه، نوزع الدرجات، وبعد ذلك نحل أو نجيب على أسئلته لكي تعم الفائدة على الجميع. أصالة، ممكن أسألك شيء؟ أصالة، والله يا أصالة اليوم بالاختبار أنا اللي بسألك مش أنت اللي بتسأليني. وعليكم السلام يا منال. اليوم يا أصالة أنا اللي بسألك وأنت عليك أن تجيبي على أسئلتي. وأها، برافو عليك، تسلمي. الآن ننتظر دقيقة إضافية لكي نبدأ اختبارنا بإذن الله. يوم الخميس لا، ما فيش لقاء. يوم الأحد حيكون موعدكم مع الاختبار النهائي التجريبي يوم الأحد. فيوم الأحد سوف يكون معك 5 أيام كاملة للدراسة على الاختبار النهائي التجريبي، من اللقاء الأول حتى اللقاء 13. طيب استعدوا الاختبار، استعدوا الاختبار، سوف أقوم بفتحه بعد قليل. بدأ الاختبار، فتح لكم الاختبار، تفضلوا وأجيبوا على الأسئلة، تفضلوا. ستة عشر سؤالا هذا الاختبار اليوم، الاختبار التجريبي الثاني 16 سؤال. مفروض يفتح معك يا مين هذا؟ مين البندري؟ مين مفروض يفتح معك يا مفروض يفتح؟ انت من شو ليش ما طلع الأسئلة من الجوال؟ اللي من الجوال ممكن صعب يفتح هيك نوع من الاختبار، فاللي ما من انا نبهت انه ضروري تفتح اللابتوب. بعض الجوالات قد لا تدعم هذا النوع من الاختبارات، فنبهت انه الرجاء تفتحوا من اللابتوب. على كل حال يا مين حكى هذا؟ البندري اذا ما فتح معك خليكي معي حتى نهاية اللقاء، انا سوف اعيد طرح الاسئلة واقوم بالاجابة عليها. نبغى نشوف اسئلة بس بنفسنا. طب انت من شو فاتحة يا البندري بنت الميموني؟ من شو فاتحة؟ جوال ولا لابتوب؟ مش فاهم انا.
وعليكم السلام العنود، اتفضلي بدأ الاختبار. الأخ جلال، وعليكم السلام، بدأ الاختبار يا جلال. هل الاختبار واضح للجميع ظاهر؟ أنا ما سألتش، هل ظهر الاختبار عند الآخرين؟ أصالة واضح، أريج واضح، اكسلنت اكسلنت. طيب يلا أجيبه على الاختبار. بالطبع أول سؤال في اختبار من أهداف السياسة الاقتصادية الكلية، هذا أول سؤال بيبدأ فيه الاختبار. طيب اقرا اسئله يا دكتور لاني متابع من الجوال. ما هو انا بدي اقرا الاسئله، بدي اعمل تشويش، لكن السؤال الاول ما ولا اريد احد ان يجاوب نهائيا. على كل حال انا يا البندري في نهايه اللقاء باذن الله تعالى هعيد قراءه الاسئله كامله، وفي الاختبار القادم يا البندري يوم الأحد اللي هو الاختبار التجريبي أو التدريبي تبع الفاينل، سوف أغير الأسلوب، سوف في الساعة الرابعة يوم الأحد أقوم بوضع الاختبار في المنتدى، راح أقوم بعمل أبلود للاختبار في المنتدى بصيغة وورد. فهنا يستطيع أي شخص يقوم بعمل داونلود ويبدأ يحل أسئلة اختبار 40، لكي أتيح الفرصة لأولئك الذين يستخدمون جوالاتهم أو غيره يستطيع يفتحه. أوكي يا البندري، أو حتى في ناس يستخدموا اللابتوب وقد لا يفتح معهم. منال قصير، خلصتي؟ برافو عليكي، سرعة قياسية. هذا خلينا نشوف كم بدك تجيبي من اصل 16، كم خطأ عندك. خلينا نشوف كم حتجيبي من اصل 16 المنال. فالبندري انا حكيت لك ابقي معنا حتى نهاية اللقاء يا البندري، حنطرح الاسئلة ونجاوب عليها، وانا سوف اقوم بوضعها ايضا في المنتدى مع الاجابات عليها لكي تعم الفائدة. سوف اضع هذا الاختبار التجريبي في المنتدى مع الإجابات عليها، لكن بوعدك في يوم الأحد القادم إذا الله راد إنه أضع الاختبار أفتحه عن طريق المنتدى. فاهم علي؟ يعني تدخلي على المنتدى تفتحي على الاختبار وتعملي له داونلود فبيفتح معك. بس يا ريت البندري يكون عندك لابتوب، الجميع يكون عنده لابتوب افضل من الجوال، فهمتوا علي؟ وانا حنزل اعلان اقول فيه انه اللابتوب ضروري للاختبار. اوكي؟ حياك الله شريفة. المهم اللي بيدرس بينجح، اللي بيقرأ بينجح. الاختبار سهل ممتنع، سهل على الدارس، ممتنع وصعب على اللي مش دارس. سلمى درويش، ان شاء الله الاسئله هذه كما فعلنا في الاختبار الاول، سوف اضع الاسئله في المنتدى واضع اجوبتها في المنتدى
الأسئلة لوحدها والأجوبة لوحدها، بحيث إنه أنت تقرأ الأسئلة تحاول تجاوب عليها، وبعدين تذهبي إلى ملف الإجابات وتشوفي إجاباتك وتشوفي كم صح بتحطي. فحنزلها في المنتدى إن شاء الله أكيد. خليني الآن أنزلها في المنتدى إذا استطعت. خليني الآن أنزلها في المنتدى إذا استطعت، بحيث ضايل للاختبار 12 دقيقة. فخليني أحاول أنزلكم إياها في المنتدى الآن. ثواني. لأنه في ناس مش قادرين يدخلوا عليها. خليكم معي لو سمحتوا. بدي أحاول أنزلكم إياها الآن في المنتدى عشان البندري واللي غير قادرين يدخلوا عليها بجوالاتهم يدخلوا الآن على المنتدى العام. هاي فتحت على المنتدى العام. خليني أحط موضوع جديد. موضوع جديد. خليني أشوف هون. موضوع جديد. إن شاء الله أستطيع، بس أكتب الاختبار. الاختبار التجريبي الثاني. التجريبي الثاني. الاختبار التجريبي الثاني. خليني افتح اعلان واحط مرفقات اختيار ملف. خليكم معاي. سطح المكتب اذا وين حطيناه. ثواني خليكم معاي. طيب رائع. أعزائي الطلاب والطالبات، تجدون مرفقا أسئلة الاختبار التجريبي الثاني. تجدون مرفقا أسئلة الاختبار التجريبي الثاني مع أجوبتها. أو بدون إجابتها. طيب هاي الآن سوف أرسل الآن الاختبار التجريبي للي لا يستطيع يدخل عليه، يستطيع يذهب ويدخل عليه الآن بإذن الله تعالى. أرسل لكم. ليلى روحي على المنتدى الآن. روحي على المنتدى. أرسلته على المنتدى العام. اذهبي يا ليلى على المنتدى واعملي له داونلود. يلا روحي. فاضل الاختبار 10 دقائق. الاختبار سهل تستطيع تحلوه. اذهبي على المنتدى وشوفيه. بسرعة اعملي له داونلود. نعم هذه الأسئلة تكون شبيهة بالاختبار النهائي. الاختبار النهائي بيكون شبيه بهذه الأسئلة، مش نفسها لكن الصيغة، صيغة الاختبار. أنا الهدف من إجراء اختبار تجريبي أول واختبار تجريبي ثاني واختبار يوم الأحد القادم نهائي هو وضع الطالب وتعويده على الاختبار النهائي، ولكي يدرس الطالب الآن وليس قبل الاختبار بيوم، لكي يستعد الطالب استعداد جيد للاختبار النهائي من خلال دراسته على الاختبار الأول. اليوم درست على الاختبار الثاني. يوم الأحد معكم 5 أيام من هون للأحد تدرس اختبار الفاينل التجريب الفاينل. لما يجي اختبار حقيقي بتكونوا متدربين متأهلين وضعكم ممتاز. انا بسأل الان الشباب
اللي ما استطاعوا يفتحوا الاختبار فتح معكم الاختبار على المنتدى، دخلتوا على المنتدى فتح معكم. وين البندري راحت؟ فتح درع. ده فتح في المنتدى. ممتاز ممتاز انه فتح. ما دام فتح معكم في المنتدى الان خلاص، الجميع اللي حتى اللي معه جواله، حتى اللي معه جواله وغير قادر يفتح الاختبار بصيغته الحاليه دايركت مباشر دايركت، خلاص بيعمل له داونلود وورد ويقرا الاختبار ويجاوب. يلا فاضل الاختبار 7 دقائق. سلمى بدك تفهمي وتدرسي وتركزي يا سلمى، في اشياء بدك تركزي عليها. كل ما هو في نزلته في المنتدى كشرائح لازم تركزي عليها، فهمتي؟ شرائح اللقاء 13 مفروض نزلت في المنتدى، ليش ما نزلت؟ الإجابة في نهاية اللقاء، بجاوب لكم في نهاية اللقاء إن شاء الله الإجابة. ما نزلت شرائح اللقاء 13، شرائح اللقاء 13 شكلها ما نزلت في المنتدى. شرائح اللقاء 12 خلينا ننزلها. ليش مش نازلة؟ غريبة، ما أنا فكرت نزلتها أنا. خلينا ننزلها الآن. شرائح اللقاء الحي 13 شوف نشوف هون. غريبة، يعني نزلتها غريبة. خليني اشوف بس ذاكر نزلتها من اللقاء 13، لكن على كل حال هاي نزلها كم مرة. اللقاء 13، اللقاء 13 خليني نشوف وين بيجي. برزنتيشن 13 ارسال. ارسلت الان، تستطيع تدخل المنتدى وتشوفوها. شرائح اللقاء 13 ارسلت. الان فاضل اختبار 4 دقائق. خلصت يا ريج؟ مبروك. هلا بنشوف كيف الامور. فاضل 4 دقائق تقريبا على الاختبار. ليلى المنتدى لسه ما نزل طريقة الحل. ححله الان، ححل الاختبار يا ليلى عسيري الان، وبعدها حنزل اجابة الاختبار الثاني في المنتدى. الاجابات حنزلها في المنتدى لا تخافي، لكن في البدايه حجاوب عليها
دايركت الآن بعد 3 دقائق من الآن حبدأ أجاوب أسئلة الاختبار الثاني. حياك الله علياء. لا شكر عواجبي علياء مير. الأسئلة حلوة بس بدها تركيز، كلام سليم يا أريج، بدها تركيز عالي. خلود الدوسري، شو اللي ما نزل معاك يا خلود يا دوسري؟ شو اللي ما نزل معاك؟ دكتور أنا أبغى أحل الأسئلة، ما عرفت أحل في المنتدى. ما أنا نزلت، خلص أول أهم شيء تأكد من صحة الإجابة. كلامك سليم يا علي. في المنتدى، في المنتدى، أدخل على المنتدى العام. أنا نزلت اختبار في المنتدى العام اسمه الاختبار التجريبي الثاني، دوري على الاختبار التجريبي الثاني. الجوال مش حيفتح معك بالجوال يعني، وجود بعض الجوالات لا تدعم هذا الاختبار. فاذهبي على المنتدى، اذهبي على المنتدى العام وبتجدي هناك اختبار. عندك لابتوب يا نجود؟ لابتوب فتحت مع غيرك، مش عارف ليش ما فتحت معك، غريبة. هي قريبة بتحكي نزل في المنتدى، موجود في المنتدى. الآن يوم الأحد في اختبار تجريبي نهائي. كلكم مطالبين بالمجيء بلابتوب. ما حدش يجيني معاه جوال. لابتوب. أو إذا بدك الجوال استخدمه فقط عشان تسمعني، اما اللابتوب عشان تنزل من المنتدى الاختبار. حنزل اختبار انا في المنتدى، فالكل بده يستعد الساعة 4 يوم الاحد يفتح على الاختبار من المنتدى. لما انا انزل اختبار في المنتدى بتعمل له داونلود، بتلاقي 40 سؤال وبتحلهم. واذا عندك آلة طابعة بيكون افضل لسه بجانب اللابتوب، عشان تطبع تنزل الاختبار وتطبعه وتطبعه وتبدا تحله. مشكلة امل جرسان، مشكلتك مش مشكلتي. باقي الاختبار 30 ثانية، اكتب اخر ما لديك 30 ثانية وينتهي الاختبار. سوف يغلق الاختبار بعد 30 ثانية من الان. الخميس ما في لقاء، اللقاء القادم يوم الأحد القادم لإجراء الاختبار التجريبي النهائي. انتهى الاختبار، يعطيكم العافية. سوف أظهر لكم الإجابات الصحيحة. هل ظهرت الإجابات الصحيحة لكم؟ منال بتحكي نعم. كم خطأ عندك يا منال؟ منال قصير، كم خطأ عندك؟ خطأ واحد؟ ممتاز ممتاز. أريج نعم عندي خطأ بس. هذا يعكس، هذا مؤشر على انه في الاختبار النهائي حيكون وضعكم ممتاز. الان سوف نبدا بحل هذا الاختبار. السؤال الاول شو بيقول؟ من اهداف السياسه الاقتصاديه الكليه: الف تحقيق مستويات مقبوله من النمو الاقتصادي، ب التوظيف الكامل للعمالة، جيم المحافظة على استقرار الأسعار، دال كل ما سبق. الجواب الصحيح كل ما سبق. نكمل السؤال الثاني، يقول: الفترة التي يكون فيها متوسط
مستوى الأسعار في حالة هبوط. الإجابات: ألف التضخم inflation، ب الانكماش deflation، جيم مضاعف النقود money multiplier، د صافي التجارة الخارجية net exportation. الجواب الصحيح هو ب الانكماش deflation. ننتقل اللي بعده. جواهر بلادي عندي 6 اخطاء. هذا يعني نجحتي في الاختبار، نجحتي انت، جبتي 10 من 16 ناجحة اكيد، لكن يتطلب منك تركيز اكتر، تركيز اكتر عشان النهائي يكون عندك درجة اعلى. السؤال الثالث: البطالة التي تحدث اثناء الركود الاقتصادي وقبل بلوغ الناتج الحقيقي مستوى الطاقة الانتاجية الكامنة. ألف البطالة الدورية، ب البطالة الاحتكاكية، جيم البطالة الموسمية، د البطالة الهيكلية. الإجابة الصحيحة هي ألف البطالة الدورية. و 67% من الطلاب، ثلثين الطلاب اجابوا اجابة صحيحة، برافو، ثلثين الطلاب جابوا صح. السؤال الرابع، هذا السؤال حسابي، هذا السؤال حسابي اللي هو اذا علمت ان مستوى الاسعار في سنة 2013 كان 120 نقطة واصبح في عام 2014 132 نقطة، فإن معدل التضخم في البلد في عام 2014 يساوي 5% ولا 10% ولا 15% أو دال 20%. الجواب صحيح 10%. كيف حله؟ بعد قليل هحللكم إياه، هفتح وحللكم إياه على الشاشة كيف طريقة حله بعد شوي، خليكم معي. منحنى فيليبس السؤال الخامس يوضح: ألف العلاقة العكسية بين كمية مطلوبة السعر، ب العلاقة العكسية بين الواردات والدخل، جيم العلاقة الطردية بين الصادرات والدخل، د العلاقة العكسية بين معدل التضخم ومعدل البطالة. الإجابة الصحيحة د. 60% من الطلاب أجابوا إجابة صحيحة، برافو، و 40% إجابات خاطئة. السؤال السادس: انخفاض الانتاج مصحوبا بارتفاع الاسعار يعرف ب الف الركود ريسيشن، ب الكساد ديبريشن، جيم الركود التضخمي ستاجفليشن، د الرواج بوم. الجواب الصحيح هو جيم الركود التضخمي. ننتقل إلى السؤال السابع، بسيطة يا جواهر، تعلمتي من خطأك، تعلمتي اليوم من خطأك، غدا لم تخطئي لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. من أسباب التضخم، السؤال السابع: ألف ارتفاع تكاليف الانتاج، ب انخفاض احد مكونات الانفاق القومي، جيم انخفاض كمية النقود المتداولة في الاقتصاد، د كل ما سبق. الجواب الصحيح الف ارتفاع تكاليف الانتاج. اللي جاوب صح 19، يعني 55% فقط. السؤال الثامن: الطلب على النقود عند الكلاسيك يشمل أغراض المعاملات وأغراض الاحتياط. ألف جملة صحيحة، ب جملة خاطئة. برافو عليكم، هذه جملة صحيحة. 55% جواب صح و 45% جواب غلط.
السؤال التاسع، إذا قام البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياط النقدي الإلزامي فإن عرض النقود في البلد يقل. هذه الجملة ألف جملة صحيحة، باء جملة خاطئة. برافو عليكم، جملة خاطئة. فقط 44% من الطلاب أجابوا إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده، العاشر، إذا قلت أسعار الفائدة فهذا يعني أن أسعار السندات سوف تقل. ألف جملة صحيحة، باء جملة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي جملة خاطئة. فقط 38% من الطلاب أجابوا إجابة صحيحة، و 62% أجابوا للأسف إجابة خاطئة. لماذا؟ لوجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة وسعر السندات، فلكلما ارتفع سعر الفائدة يقل سعر السند، وكلما قل سعر الفائدة يزيد سعر السند. السؤال الحادي عشر يقول، القاعدة النقدية MB تتكون من ألف العملات لدى الجمهور خارج الجهاز المصرفي، باء العملات التي بحوزة الناس في التداول خارج الجهاز المصرفي زائد إجمالي الودائع لدى البنوك، جيم العملات التي بحوزة الناس في التداول خارج الجهاز المصرفي زائد الاحتياطات الإلزامية والاحتياطات الإضافية، دال إجمالي الودائع لدى البنوك. الإجابة الصحيحة هي جيم. جيم. السؤال الثاني عشر، في حالة ركود اقتصادي بيلجأ البنك المركزي إلى ألف رفع نسبة احتياطي النقد الإلزامي، باء تخفيض نسبة احتياطي النقد الإلزامي، جيم تثبيت نسبة احتياطي النقد الإلزامي، دال لا شيء مما سبق. الإجابة الصحيحة هي، برافو يا خلود وزكية، هي باء. هي باء، تخفيض نسبة الاحتياط النقدي الإلزامي. السؤال الثالث عشر يقول، تؤدي صدمة العرض التوسعية إلى ألف انتقال منحنى العرض الكلي إلى اليسار، باء انتقال منحنى العرض الكلي إلى اليمين، جيم انتقال منحنى الطلب الكلي إلى اليمين، دال ثبات منحنى العرض الكلي. برافو يا جميلة عواجي وأريج وهيفاء، باء ينتقل منحنى العرض الكلي إلى اليمين. السؤال الرابع عشر يقول، صدمة العرض التوسعية بتؤدي إلى ارتفاع الإنتاج Y مع ارتفاع الأسعار P، جملة صحيحة أم جملة خاطئة؟ خطأ. خطأ، جملة خاطئة. صدمة العرض التوسعية تؤدي، صح، ارتفاع الإنتاج مع انخفاض الأسعار، مع انخفاض الأسعار. لكي تكون الجملة صحيحة يجب أن أقول أن صدمة العرض التوسعية تؤدي ارتفاع الإنتاج مع انخفاض الأسعار. السؤال قبل الأخير، إذا علمت أن الاقتصاد الأردني يضم 500,000 شخص، يعني نص مليون، نص مليون يعمل، و50,000 عاطل عن العمل في سنة 2016، فإن القوة العاملة في الأردن
بتساوي ألف 550,000، ب 450,000، جيم 555,000، دال 350,000. الجواب هو ألف. السؤال الأخير، خليكم معي. على قلوبكم إن شاء الله. السؤال الأخير 16، اعتمادا على السؤال السابق، احسب معدل البطالة في الأردن، 5% ولا 7% ولا 8% ولا 9%؟ الجواب الصحيح هو الأخير، 9%. طيب خليني الأسئلة الحسابية، خليني أسئلة حسابية أفتح لكم إياها، خليكم معي. بسم الله الرحمن الرحيم، حنزلها في المنتدى، حنزل إجابات هذه في المنتدى بإذن الله تعالى. بس خليني أفتح عليها. هنفتح إجابات الاختبار وحنزلها في المنتدى. أنا الأسئلة نزلتها أوريدي في المنتدى، بقي الإجابات الصحيحة الآن بعد شوي حدخل وأنزلكم إياها في المنتدى. انتظروا دقيقة، اعطوني دقيقة حتظهر أمامكم بإذن الله تعالى. انتظروا دقيقة. انتظروا دقيقة لو سمحتوا. مفروض يفتح معاكم وتظهر حل مسائل اختبار التجريب الثاني أمامكم. آخ يا رب. فتح؟ رائع. فتح. ممتاز. هذه هي إجابات الأسئلة على الاختبار التجريبي الثاني، مرتبة فوق. أما حل سؤال 4 الحسابي وسؤال 16 وسؤال 15، ها هو أمام عينيكم، ها هو أمام عينيكم، شفتوه؟ هاي هي الحلول. معدل التضخم بتحط القانون، المستوى العام الأسعار في السنة الحالية 2014 ناقص المستوى العام الأسعار في السنة السابقة 2013 على مستوى عام الأسعار في السنة السابقة 2013 اللي هو 132 نقطة ناقص 120 نقطة على 120 بيطلع 12 على 120، تقسمهم بيطلع 10%، صح؟ صح ولا غلطان؟ سؤال 15، احسب القوة العاملة بالأردن، تجمع عدد العاملين في الأردن زائد عدد العاطلين بيعطيك ألف. الجواب ألف. 550 ألف شخص هي القوة العاملة في الأردن. أما السؤال 16، معدل البطالة، عدد العاطلين على القوة العاملة، تقسم 50,000 على 550,000. الجواب اللي طلعته في رقم في سؤال 15، 550,000، بيطلع 9%. وهكذا ينتهي الاختبار يا شباب. يعطيكم ألف عافية. شكرا يا خلود على النصيحة، شكرا. هو لأنه الجو مرة برد، مرة صيف، مرة حر، بيختلف علينا، وغبار شوي، غبار، فعندي حساسية في صدري على الغبار. بس عندي دواء، اشتريت دواء في الزعتر، مكتوب عليه الزعتر وورق اللبلاب طبيعي، امبارح عم بشرب منه، ان شاء الله يتحسن صدري شوي. الله يسلمكم جميعا يا رب، الله يسلمكم جميعا.
تسلموا جميعا، شكرا. زنجبيل كمان دافي برضه. عايدة كلامك سليم، الزنجبيل مفيد للصدر. معك حق، شكرا يا عايدة، شكرا، الله يسلمكم جميعا، فردا فردا يعني. طيب ممتاز، نحن بإذن الله تعالى لقائنا يوم الأحد. أنا تعمدت أن لا أعمل يوم الخميس هذا لكي أعطيك وقت كافي، 5 أيام تدرسوا من اللقاء الأول حتى اللقاء 13. بدي إياكم تدرسوا الآن على الاختبار النهائي الآن، وبدي منكم الجميع يكون معه لابتوب جنبه، ويا لابتوب، لأني حنزل الاختبار بصيغة وورد على المنتدى، هعمل له ابلود. انا هعمل له ابلود. انت هذا الكلام هعمل له انا ابلود الساعة 4. انت هتقوم بعمل داونلود، هتدخل وهتكتب داونلود، هيظهر معك الاختبار. اذا عندك طابعة يا ريت والله تطبعه وبتبدأ تجاوب عليه، سمعت؟ حيكون اختبار كامل اللقاء، لانه اختبار عبارة عن 40 سؤال، مثل الاختبار النهائي تماما، فحيكون الاختبار عبارة عن 40 دقيقة كامل اللقاء يوم الاحد على الاختبار. يوم، خليكم معي، يوم الثلاثاء حاجي وحنحل الاختبار مع بعض في اللقاء 16 والأخير بإذن الله تعالى. إذن يوم الأحد حيكون اختبار 40 دقيقة كامل اللقاء، أنت تحله وبعدين بغلقه وبننهي اللقاء. بعدين يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى نأخذ حل الاختبار مع بعض. مفهوم يا شباب؟ مفهوم كيف العملية حتتم ولا مش مفهوم؟ فرجاء الجميع يجي معه لابتوب، يا ريت يكون عنده آلة طابعة يستطيع يطبع، واللي ما عنده آلة طابعة خلص بيعمل داونلود، بيفتح مع وورد وبيحل مباشرة على الشاشة. اوكي، شو منال قصير، شو ما عرفنا. فيوم الاحد بدكم يكون عندكم لابتوب عشان لما انزل في المنتدى اختبار تذهبوا على نافذة المنتدى وتضغط داونلود وتبدأ تحل الاختبار. هيك حيكون صيغته، على صيغة وورد، حينزل لك صيغة وورد، والكل عنده في اللابتوب بدعم صيغة وورد. اي واحد عنده لابتوب حديث بدعم صيغة وورد. محدد وقت اختبار يوم الاحد باربعين دقيقة. نعم، 40 دقيقة. بتحل، بتحط الاجابات صح، بعدين انا باجي يوم الثلاثاء بفتح لقاء ومنحل الاختبار انا وياكو مع بعض. وانت بتكون عندك حال الاختبار، عشان مش هنكذب على بعض، يعني لا تكذب على حالك، يعني هذا المفروض انت لما تحل اختبار تترك اجاباتك اللي حليتها كما هي، لانه بدك تتعلم يوم الثلاثاء لما اجي احله معك وانزل لك اجابات الصح، بدك تتعلم من اخطائك. ما هو شو هدف الاختبار التجريبي يوم الاحد؟ تتعلم من اخطائك، مش هتكذب على حالك وتروح الاجابه الغلط وتحطها صح، انا بتكذب على حالك انت، لانه في الاختبار النهائي لا تستطيع ان تكذب على حالك، في الاختبار النهائي لا تستطيع ان تكذب على نفسك يا عزيزي. اوكي، طيب، بتشكركم جميعا. الملف وورد انا حنزله في المنتدى، صيغه الاختبار حنزلها في المنتدى، باكد على الجميع، حبعت رسالة في هذا المضمون لكم، حبعت لكم رسالة من هون للخميس
أأكد عليكم إنه تجيب معك اللابتوب تبعك، ويفضل يكون عندك آلة طابعة عشان لما تعمل داونلود تطبعه وتبدأ تحل بإذن الله تعالى. أيوه طيب، ممتاز ممتاز. الآن بتشكركم جميعا. نحل في المنتدى ونطبع. لا، أنا هنزل أسئلة يوم الأحد الساعة الرابعة بوقت الاختبار. يوم الأحد بوقت الاختبار هفتح المنتدى في نفس الوقت، بفتح الساعة 4 4 و3 دقائق، بتكون الأسئلة في المنتدى. بتعملينها داونلود زي ما بتعملي داونلود للشرائح، زي ما بتعملي داونلود للشرائح، وبتبدي تحلي. يلا، يعطيكم ألف عافية، نلتقي يوم الأحد فحتى ذلك الوقت. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.